آه تخيم سبا هاني هاني وهداك غالي واش قلت لي فاش ترى الناس انا خويا ندير ستريس شويه ما ويش شهر ونص وانت انا هنا يا عمري ماشي ماكش ندير اللعيبه خويا زعما فينال خويا صافي وصلت الماكس ديال فهمتي الستريس ديالي صراحه لا راه فري عمرنا شويه بالراب موسيقى الاول الوقت يختار الوقت فهمتي ما كتسالي ما كاينش الراحه الصباح كتبقى خدام فاهم شي ديك تخيطها شويه في راسها خصني نشوفك يلا الله يعاونك سم بزاف ديال لي زيطا في الحياه اللي كان فيهم بزاف ديال اللعيبات صعاب مي ديباسيتهم اي فوالا لحد ما وصلت دابا هنايا كندير مزيكا وصلت للفينال جيت ندير سبور باش ندير ستريسا باش نكون واجد للفينال 100% فينال فهمتي كيبقى شابتر الاخر ولكن كيجيني هو اهم شابيتر في هادشي كامل كاين بيرفورمانس كاين ديكور كاين بزاف ديال اللعيبات اللي فكرنا فيهم و ام كيريس شنو غادي يبان لجيري شنو غادي يقولوا في داكشي اللي جو في بروبوزي في الفينال بغيت غير نعرف ليدي واش غيكون هو واقف غادي تصرا صراحه الا كاين لوبسيون انا ندخلو انا بغيت ندخلو ندخل معايا نوقفو من بعد بعد نخدم لا مع غندا نوقف نريح فيه بحال هكا مع انستالا غادي يبدا البيت باش نشوفو نديرو لا ميزون سي بلاطو ان بلا احسن باش نعرفو لي ديبلاسمون ديالك انت كاميرا سون نكون نجرب حتى انا هاد اللعيبه نشوف هادشي اللي تنعيشو ديجا ايماجينيتو ومآمن بانه اي هاف ا تالنت اما ارتست عندي العالم ديالي وكل شيء فاينالي انا باقي تابع مقاتل باش نوصل لماي دريم كان عندي ديجا واحد الفيزيون صايبتها بالاي اي كيفاش تخيلت ستيج وكحاولت نحط داكشي كما كنت تخيلته ما يكونش داكشي طرو شارجي يكون كونيكتي مع بعضياته يكونوا المين اوبجيكتس كاينين القدام الحاجات اللي هما ماشي اساسيين لور كنحس انا لي زوبجي في ستيج كيقلوا شويه ستريس كتعرف راسك فين واقف كتقدر تقسم البيرفورمانس ديالك على الوقت في كل بلاصه باسكو عندك دي زوبجي اللي تقدر تعقل بهم على فين تقدر تحرك كتجيني سهل من انه تكون ستيج خاويه وانت يا كتحرك لما يكون عندك واحد الماب ستيج ثانك يو تبارك الله عليك دونك صافي نبريباري وطات من الاول كان كيبان على انه عنده شي حاجه مختلفه على الدراري الاخرين زعما ارتيست كي بو ايتر كومبليم مع سا مانيير كنظن ان اليوم اخر فرصه عنده باش ما يخرجش الثقه اللي عطيناه باش وصل فينا هذا هو النهار اللي كنت كنتسناه من نهار دخلت الجام شو انني نوصل الفينال دوك نحط الانرجي ديالي كامله باش نزلزل لاسين شوف شحال اخترنا من صوت الباب مسدود الطريق محفوظ كملنا نقاس شحال من صوت نهار الطيح يجيو يضحكوا عليك يا توصل ليك يضحكوا يا دارك يحفروني اختر ميزة يا التيجة عقل نيجة ما قيل لي ساي هيب هوب تاني تبليد فيزا فرقين كابريا جوات غابريا يا غدر التامتي عيهم تامري منسى الموت ومسى شديت على راس ماشي ساهل خدف ساكت يا ساكن حرب وما زال صبري غالي مدى تحت وما زال وما زال ما في مش انت بحشي بمغزة ما كنت حاسي في إطار بدي الموت كل إطاب أكل الحسوس ليطا ماما تقول لي نعيش شيطان لكينا بلا خطة في المنحط رجلي نسطر براسي رجلي ريل بيهني شكيت بوكوطة سيري سيري بدي في كوين سيري جورني طويلة الفاميلا وصحاب نديهم فيدي سيري سيري بدي في كوين سيري صورني طويلة الفاميلا وصحاب نديهم فيدي غدا غنبانو في كالي بانو دراري يحافظو دراري يحافظو كالي بارول انا وزهري غنصالحو كتب مكتبي غنصاحو وطفيق دو دار فيك حتى شوف فين غنصابحو اوكي جاي حسابك مرسمت كيما حلمت كيما ديما بغيت نعيش غادي يقول
كود اميغوز ديما لابس مخديش تنخدم تا في عوطات حقيقي فوق سوطيح حقت حياتي في بارز دوني بيت 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 قول اش عندك ما تقول حي فيك غندوز فيق معانا اخويا فوق بنتي فلو مسحو بنتي نطناف كتصوني واخا بديق نتبوجي خوفنا كاع ما غيصوفي ما عندنا لا هيرو لا موديل ما كانت حرش فيطار بدل الموت تقول ايطاب ما كان لحسوش ليطا ماما تقول لي نعيش الشيطان لكينا بلا خطة في المنحات رجلين زلطات براسي رجلي ريال ما يهمنيش كنت بويكوطا كثيري كثيري بدي في كاو امسيري جورني طويلة الفاميلا وصحاب نديهم فيدي كثيري كثيري بدي في كاو امسيري جورني طويلة الفاميلا وصحاب نديهم فيدي كثيري 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 خطات عندي لك بزاف ديال الاحترام اليوم علاش انت اكثر واحد طراشينا انت اكثر واحد كنا قاسين معاه يوم بينتي انك ديفلوبي شي من برايم لبرايم واليوم جبونس وصلتي للفيرسيون كومبليت ديالك عطيتينا شو امبيكابل عجبتني لا ديريكسيون ارتيستيك عجبتني الكولور اللي مشيتي فيها صرتي مزيان على المورسو شارعو تلتي كي البيت ما نهضروش عليه خيالي تيكي تيكي بغيت تسمع التصفيقات اللي كنقول لك يا برافو ليك وكنشوف فيك زعما واحد الرغبه والحماس انت من ديك النوع الا عملتي شي حاجه في راسك فكتوصل لها يعني هذه قدرت نحس بها الله يحفظك خصنا بعدا نصفقوا على ليكيب اللي قادو هادشي برافو عجب هادشي بالرجولة أنا عجبني الحال وماما بالرجولة ماكنتش كنتسنى نشوف هادشي في شي نهار في التلفزة المغربية بالرجولة أنا عجبني الحال وانت تعرف انت من الأول يمكن المين المشكل اللي ديما كان عندي معاك هو البيت إلا لاحظتي شحال مرة سمعتي شوية الهضرة شي عجبني الحال اليوم نقولك برافو أبو والله شكرا شكرا شوفوا في الأخر سلام عليك فراسك تبارك الله عليك الله يحفظكم شكرا فاينلي قطات خرج لوح عطانا شو زوين ميزون سين جميلة انتراكسيون مع البوبليك لا توصف عجبني قطات وانا فرحان حيت فينا الملتق فراسو نظن هذا هو احسن شو دات حسن دابا سي نورمال باسكو دوزنا شهر ونص مع بعضياتنا دونك تعلمت فيهم بزاف د الحاجات